بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مرض جديد وغريب جدا. احنا اتكلمنا قبل كده عن مرض الرأس القصيره الصغيره، اللي تبقى الراس المحيط بتاعها صغير. انتوا عارفين محيط الراس بنقيسه بالمزوره، بنلفه حوالين الراس وبنطلع الرقم. الرقم ده اللي هو المحيط، واحنا عندنا جداول محدده للمحيط بتاع الراس عند كل الاعمار، وبنقدر نعرف منها اذا كانت الراس طبيعيه ولا صغيره. احيانا بتبقى الراس مش صغيره، احيانا بتبقى كبيره. فده مرض تاني بقى هنسميه مرض الراس الكبيره. يبقى احنا عندنا مرض الراس الصغيره اللي هو بيسموه مايكروكيفالي، وفي بقى مرض الراس الكبيره اللي هو ماكروكيفالي اللي هي الراس الكبيره. المرض ده مخادع جدا جدا، وبيحتاج يقظه كبيره من الام ومن دكتور الاطفال اللي بيتابع حاله الطفل. وتعالوا نفهم ايه بيحصل، ايه مرض الراس الكبيره ده. مرض الرأس الكبيرة بيبقى عبارة عن خلل في البلاعة بتاعة المخ. طبعا انتوا متابعين معايا الحلقات وخلاص، موضوع البلاعة ده بقى واضح بالنسبة لكم وتعودتوا على الكلمة دي. وزي ما احنا عارفين ان في بلاعة بتشفط المية اللي بتخرج من المخ، فلو ان البلاعة بتاعة الطفل ضعيفة فبيحصل ان ضغط المخ بيرتفع، وده بيبدأ يدوس على العظم، فبتبدأ الرأس تكبر بمعدلات اكبر من المعدلات الطبيعية. طبعا لو ان البلاعه مسدوده خالص طبعا الراس بتكبر جدا جدا بصوره ملحوظه، وطبعا الطفل بيتوجه للدكتور وبيعمل اشعه وكده وبنشخصه. لكن المشكله لو السدد في البلاعه محدود، يعني مثلا ربع قوتها او تلت قوتها، في الحاله دي بيحصل صوره مخادعه جدا جدا. الراس بتبدا تكبر بالراحه جدا وبدون اعراض تقريبا، يعني الطفل بيبقى سليم بس هي راسه اللي عماله تكبر بمعدلات فوق المعدلات الطبيعيه. احنا بنكتشف المرض ده بقى عند سن سنتين او ثلاثه، ساعات قبل كده. لما بنلاقي الراس بقى عماله تكبر، بنقيس راسه وبنحطه على الخريطه بتاعه قياسات الراس، فبنلاقي ان هو تعدى الحدود المسموح بيها ودخل في المناطق الغير مسموح بيها. في الحاله دي بنسميه مرض الراس الكبيره. طيب هنعمل ايه بقى؟ اللي بيزود بقى صعوبة التشخيص ان الاشعة ساعتها بتبقى سليمة، منظر الاشعة سليم، هو اللي مش سليم بس هو محيط الراس انه كبير. والحاجة التانية ان الطفل عادة بيكون تقريبا سليم برضه، يعني لان الاعراض اللي هي القدرات الذهنية وكده بتتكون بعدين. ففي الفترة دي هو يدوبك على قد المشي او الوقفة او كلمات بسيطة هو بيقدر يحققها. لكن المرض نفسه بيستمر وبيفضل يدوس على المخ، ومع الوقت ممكن يضعف قدرات المخ او يضعف النظر ويأثر على الإبصار. يبقى الطريقة الوحيدة لتشخيص المرض ده هو إن احنا نتابع راس الطفل بتاعك في كل زيارة للأطفال في أول سنة، وبعدين نتابع برضو الراس عند سن سنة وست شهور وعند سنتين. ولو لقينا الأرقام عالية بنعمل أشعة، وساعتها لازم تتوجه لدكتور جراح أعصاب الأطفال، هو بيقيم الحالة وبيشوف إيه المطلوب. تمام. يعني مثلا احنا في عندنا حاله كانت لسه عندها 8 سنين، يعني قعدت 8 سنين وبعد 8 سنين جايه عندها صداع وعندها زغلله في عينيها، وغير كده سليمه بتروح المدرسه وبتعمل كل حاجه. وبعدين لما قسنا الضغط لقينا الضغط بتاعها حوالي 35، ده رقم كبير جدا، ولو كنا سبناه كان هدد سلامتها. مثلا برضو في عندي طفل تاني عنده 3 سنين بس راسه وصلت 54، ده رقم طبعا ضخم جدا. والولد النمو بتاعه سليم وكل حاجه سليمه، لكن طبعا لو اتساب هيتعب. وفي الحالات دي احنا بنعمل ايه؟ يعني مثلا البنت اللي عندها 8 سنين دي قسنا ضغط المخ لقيناها 35، فكان الحل ان احنا نعمل لها يا اما نركب صمام، او هم اختاروا ان احنا نعمل جراحه المنظار بالطريقه الثالثه، المرحله الثالثه اللي احنا بنعملها. والحمد لله عملناها والضغط نزل فعلا وبقى 6، وكده تكمل حياتها بدون خطر. وهلوم مجرد. يبقى احنا دلوقتي الرأس الكبير ده عبارة عن مرض بيتميز بان الرأس بتبقى كبيرة عن المعادلات الطبيعية، وتشخيصه فقط عن طريق القياس محيط الرأس. لو لقينا الارقام اعلى من الطبيعي بتوجه للدكتور وبعمل اشعة، وبعدين بنقيس بقى ضغط المخ مباشرة وبنتعامل معاه على طول. مش كل حالة رأس كبيرة بنعمل لها جراحة، احنا بنعمل الجراحه بس لو قسنا الضغط ولقيناه وصل لمراحل خطيره او ارقام كبيره. يعني زي ما احنا عارفين الضغط العادي بيبقى من 0 ل 5، يعني لو وصلنا ل 10 او 15 ده مقبول، لكن لو عدينا ال 20 ده بيبقى خطر على الطفل
وساعتها بيوصل بان احنا اما نعمل منظار بالطريقه اللي هي المرحله الثالثه اللي احنا بنعملها دلوقتي، او ان احنا نركب صمام بحيث ان احنا نخلي ضغط المخ ينزل للمعدلات الطبيعيه. فيبقى ده كان شرح بسيط لمرض الراس الكبيره، المرض المخادع اللي بيسهل جدا جدا على المتخصصين حتى انه يفلت منهم وما ياخدوش بالهم. وان شاء الله بعرض لكم يعني صور الحالات اللي هي بتاعت الراس الكبيره دي وازاي تم